بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم أحمد سلامة. هنكمل مع بعض سلسلة عمليات من قلب الشبكات. اتكلمنا عن البابليك والبرايفت والاوتوماتيك واللوب باك ادرس في المحاضرة اللي فاتت. النهاردة إن شاء الله عايز أكلمك عن البرايفت أي بي نتوركس. إيه هي الرنجات اللي اتحجزت البرايفت الاول يا شباب؟ الرنجات اللي اتحجزت لللوب باك هو الرنج 127 127 دوت 0 دوت 0 دوت 0 لحد 127 255 255 255. ده رنج كده اتحجز لللوب باك ادرس، تقدر تشتغل بيه لو انت هتعمل لوب باك ادرس. طيب الرنجات بقى اللي اتحجزت لي البرايفت وال 127 بالمناسبه احنا قلنا من 1 ل 126 دول كلاس ايه، ولكن ال 127 بيضموه ايضا للكلاس ايه يا شباب؟ يعني ال 127 يعتبر داخل الكلاس ايه، ولكن شالوه من الحسبه من الجدول اللي عندنا. خلينا ارجعك للجدول. احنا قلنا من 1 ل 126 صح كده كلاس ايه. بص هتلاقي الرينج 127 مش موجود، اتشال، ابتدينا على طول في كلاس بي من رينج 128. ليه؟ لان ال 127 ده اتحجز لللوب باك. طيب البرايفت اي بي ادرس، البرايفت اي بي ادرس دي هستخدمها في ايه؟ زي ما قلت لك بالظبط الفيديو اللي فات. يبقى لو انت هتعمل كونفيجريشن اي بي ادرس للاجهزه عندك، للبيسيز اللي عندك في الشركه، في الهوم، في اي حته، ولكن داخل الشركه لان لوكال اريا نتورك، هستخدم الرنجات دي يا شباب. قال لك انا جبت لك رينج من كلاس ايه، الشبكه 10 000 لحد الشبكة 10.255.255.255. يعني هو كده طبعا السبنت ماسك الديفولت بتاعها اللي هو ده، يعني كده خد كام شبكة من كلاس ايه؟ ها، برافو عليك. انا الاول هشوف انهي جزء بيعبر عن الشبكة وانهي جزء بيعبر عن النتورك. الجزء الاولاني ده عشان تحتيه 255 بيعبر عن الشبكة اللي هو 10، والباقي ده بيعبر عن الهوست. طيب هو هنا الشبكة 10 لحد الشبكة 10، ما هو خد الشبكة 10 بس، يبقى هو خد شبكة واحدة بس يا شباب. يبقى خد شبكة واحدة بس من كلاس ايه، لو انت عايز تشتغل بيها في الشبكة الداخلية عندك تقدر تاخدها. طيب وخد من كلاس بي الشبكة 172 16، واول جزئين دول بيعبروا عن النتورك. خد بالك ليه؟ لان الماسك بتاعهم 255 255 00 لحد 172 31. خد بالك 255 255، ايه اللي اتغير هنا؟ اللي اتغير في جزء النتورك من 16 ل 31 يا شباب. يبقى انا اقدر اشتغل بالشبكه 16 و17 و18 و19 و20 لحد الشبكه 31، دول يشتغلوا معايا برايفت زي الفل، مفيش مشكله. طيب وخد من كلاس سوري بقى ده، سيبك من دي دلوقتي. خد من كلاس سي، احنا بنتكلم على برايفت، خد بالك. خد من كلاس سي الشبكه 192 168 00 لحد 192 168 255 255. اول ثلاث اجزاء يا شباب بيعبروا عن الشبكه، والجزء الاخير ده اللي بيعبر عن الهوست. يعني هو خد من 0 لحد 255، يعني خد 256 شبكه يا شباب من كلاس سي تقدر تتعامل معاهم. يعني تقدر تتعامل 199 100 168 0 و1 و2 و3 و4 و5 و6 لحد 255. دول كده شباب البرايفت اي بي ادرس، يعني دي الرنجات اللي اتحجزت للبرايفت اي بي ادرس. طيب بالنسبه بقى للابيبا الاوتوماتيك اسايند اي بي ادرس، او هو بيسمى اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس طبعا، يعني انا سوري انا بقولها غلط، اوتوماتيك برايفت اي بي ادرس اللي هي الابيبا. خد الرينج من كلاس بي 169 254 00 لحد 169 254 255 255، يعني خد الشبكه بس، خد شبكه واحده بس اللي هي 169 254. ليه الابيبا محجوزه للابيبا؟ لو انت الاجهزه بتاعتك راحت تدور على ايبيهات في الدي اتش سي بي وما لقيتش، وانت ما اديتهاش ايبيهات اوتوماتيك، هيبتدي ياخد اي بي ادرس من الرينج ده. طيب
نوضح تاني يا شباب معلش حتة البرايفت والبابليك لأنها مهمة قوي. الرنجات اللي فاتت دي تشتغل جوه هنا يا شباب، بص لحد الفتحة بتاعت الراوتر دي، يعني فتحة الراوتر دي اللي داخلالي للشبكة الداخلية اللي هي اللان هتاخد أيضا برايفت، برايفت نتورك اهي. يبقى أي رنج من الرنجات اللي فاتت دي أخده وأحطه جوه الشبكة دي هيشتغل. هو هنا خد الشبكة 10 أهو واشتغل بيها، شغال زي الفل مفيش. تمام، طيب لما اجي اخرج من الراوتر عشان اروح للانترنت من اول الفتحه دي لحد الفتحه اللي هتكونكت بالراوتر التاني او وات ايفر، طالما دخلت على الانترنت هتبقى بابليك. ليه؟ علشان الاجهزه على الانترنت تقدر تكلم بعضها لازم تبقى بابليك اي بي ادرس، ما ينفعش تبقى برايفت. ولو جهازي متصل مباشره بالانترنت ينفع ياخد بابليك اي بي. يبقى اذا البابليك اي بي مش بيتحط على الراوتر بس، ممكن يتحط على بي سي بعينه، ممكن يتحط على سيرفر انا عايز ابلشه ويتكلم على الانترنت مباشره وما الى ذلك، يقدر يتحط على اي نتورك ديفايس انت عايز تخليه كونكت بالانترنت مباشره. نفس الكلام في الشركه الثانيه اللي جوه الشركه اللي هو اللان بياخد برايفت اي بي ادرس، واللي بره اللان بياخد بابليك اي بي ادرس اللي هو شبكات الوان. اتمنى شباب ان القصه تكون وصلت. هناخد التايب اوف اي بي ادرس بعد كده، هناخد محاضرة عملي على الاي بي ادرس. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.